بس البندوره اليوم غاليه، بس البندوره غير هيك لا. يعني هاي الخوخه ببلاش تفاح اليوم بتراب المصاري، علبه بخمسه شيكل نبيعها، بسته شيكل، بسبعه شيكل. الشمام يعني بس البندوره، بس اهم شيء البندوره. بصراحه الخضار غاليه شويه، بصراحه البندوره غاليه كثير، بزيد الطلب بكل الكميه عشان هيك ترفع الاسعار. كمان شوي بتنزل بندوره الخليل، بندوره جنين، بيستوردوا بندوره من برا، بتزيد الكميه في الاسواق عاد بتنزل الاسعار طبيعي لحالها بتنزل. يعني زي هيك عندنا الكيلو ب 8 وب 7 شيكل، هاي ب 4 شيكل الكيلو، حمرا ويابسه نظيفه، بس بنقول احنا الله يهونها شوي يا رب. وعندنا الخيار والزهر برضه غالي، الزهره غالي بنبيعها الحبه ب 10. البندوره اليوم غاليه، كيلو ب 10، والخيار يعني بنبيع رطل، رطل ونص حسب اللي بده اياه البوكس اللي بتنبيع. وفي عندك راس الزهر هذا بتعرف قديش حقه؟ 10 شيكل لحاله، راس الزهر ب 10 يعني اقل من ال 10. لا اسعار الخضره عمي سعرها كويس، ما عدا البندوره بس سعرها مرتفع لانه خفيفه بتيجي على السوق، فش لانه عرض وطلب البضاعه، فش كميه تكفي حاجه السوق عندنا، فبتصير غالي عندنا. ولا تالي البضاعه كويس، معدل سعرها مناسب يعني، والله بيشتروها بسعر خفيف، كيلو اثنين، كيلو رطل يعني، باقي الاول وهي رخيصه، اربعه ب10، سته ب10، باخذ كيلو بسلك حاله لانها غالي بسبعه وثمانيه الكيلو، بس اليوم في ب10 حبه بلحيه يعني الزبون بيحمل منها ب10 رطل مقبوله. ولا تالي خضره خيار اربعه ب10 وخمسه ب10، بطاطا شوال ب10 4 كيلو، يعني السعر كله كويس ما عدا البندوره، ان شاء الله تنزل. البندورة أول إشي يعني اللي هي الوحيدة الغالية أيام هاي، مش غالية من عند نعرف إن الناس كلياتها بتعرف إنه هيك ماخذين فكرة إنه الخضرجية البياعة هم اللي بيغلوا الأسعار، بالعكس بوكسة البندورة هذه اليوم علينا إحنا ب 135 شيكل، لما أنت بدك تبيعها هاي فيها قديش 18 17 كيلو فتكون غالية. هلا في أرضها فيش كمية بندورة، فبيجي مثلا من اسرائيل برضه كمان بياخذوا بضاعه كثير، بلموا البضاعه كلياتها عشان هيك البضاعه خفيفه، ما في كميات، لو في كميات البندوره بتنزل. البندوره يعني الناس ماخذه فكره عنها انه الناس التجار بتغليها، مش التجار، لا الجو بيلعب دور، الدنيا صيف، البندوره وين مزروعه؟ جوا الحمامات، الحمامات حامي ما بنتج، بالحم ما بتعطي انتاج، مثلا الحمامات المفروض يعطي 50 كرتونه بعطيش 15، بخف الانتاج. بعدين في شغله ثانيه، اليهود عندها خسس في البضاعه، عندها خسس في الخضره، عندنا هون فيش رقابه، وزير الزراعه سامح بلموا التجار العرب ودوا لليهود بندور، عشان هيك عندنا انفقدت وغلت، بطلنا نشتري نفس على الحاجه على الضروره يعني، ولا كل شيء بنشتري كميات زي من قبل، لا انا غالي كثير كثير غالي والله. اليوم اقل من امبارح، اليوم ارخص، اليوم كيلو ونص ب10، امبارح كانت الكيلو ب10، نعم اليوم ارخص شوي الحمد لله. انا بشتري رطل ونص للعيله، عيلتي كبيره يعني، رطل ونص، رطلين بشتري غصب عني يعني ضروري لازم اشتري، رطل باذنجان، رطل كوسه، كيلتين حامض،